لذلك أعتقد بأن يعني التداعيات الاقتصادية ستكون هنالك انهيارات كبيرة وشاسعة، لكن إلى متى ستقوم الدولة الروسية بتعويض النقص الحاد أو الخسائر الكبيرة التي ألمت بها؟ ما لم يكن هنالك أيضا بالتفاهم، يعني هنالك تفاهمات التي تجريها ما بينها وبين الصين، يعني إنجاز مشروع مماثل لنظام السويفت، وكذلك أيضا انضمت إلى هذا المشروع إيران، وعملية تسريب أو تهريب النفط ما بين هذه الدول ووصولا إلى بعض الدول التي تستخدم هذا النفط كفنزويلا وغيرها من الدول المصنفة من الدول المارقة، وصول الغاز أيضا النفط إلى داخل السوري، والعديد من نقاط المتأزمة كذلك في اليمن تقوم بعملية تمويل الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات وبوجه التحديد ميليشيا أنصار الله وصولا إلى ميليشيا حزب الله، هنالك مشاريع أخرى لربط غاز المصري وصولا مرورا بالأردن وصولا إلى سوريا، وكذلك أيضا للبنان لتعويض النقص الحاد في قطاع الكهرباء.